ये सिलसिला كان لازم ميستي تخبركم بهي الحقيقة من قبل، إنه ميستي بتحبه لروهان كتير. حضرة الضابط، أنا ما عندي شي ضد هدول الجماعة ومسامحتهم على كل شي، لهيك أنا بدي أسحب الدعوة. ميستي أنا بعمري ما رح أنسى فضلك علينا. بهداك اليوم بقسم الشرطة أنت عطيتني وعد إنه يلي صار خلص راح، بس من هلأ بدنا نبلش حياتنا سوا من جديد. انت بتعرف انه انا ما عاد فيني كفي حياتي بدونك. يعني ضروري نعمل كل هاد؟ ايه متأكدة فير، انا فكرت بكل شي وما عاد بدي فكر بأي شي تاني. ما رفع الدعوة على اهلي، بس طلبت مني ساعدها ووقف معها بهي القصة. ميسي عملت كتير كرمالي، وكمان أمي وأبي وافقوا ساعدها بهذا الموضوع. تيتا لقينا هذا الملف بغزانتا، وفي كل التحاليل والصور الطبية اللي عملتها. ميستي كانت تعبانة كتير وموجوعة وما كانت عم تحكي. شو عم يصير؟ ميستي رح تكون منيحة تيتا، رح تكون منيحة معي. ما رح نخلي شي يصير عميستي. انت وميستي كنتوا بتحبوا بعض مو هيك؟ بس ليش كان بدكن تضحوا بحبكن؟ طيب ميستي ما قالت لي شو الحقيقة لأنها أختي، لأنها كانت حابة تشوفني مبسوطة وفرحانة. بس أنت روهان كنت تحكي لي، كنت قلي الحقيقة، ليش سكتت؟ أنا قلت لك بهداك اليوم إنه إذا ما كنت بتحبني فمو مشكلة، هالشي مو بإيدك، أنا بحبك وهالشي كان بكفيني لحتى كون سعيدة، بكفي إني بحياتك وقادرة أسندك ووقف جنبك، هالشي بكفيني. طب تخيل روهان، تخيل انه تزوجنا وبعد فترة من زواجنا عرفت انه انت وميستي كنتوا بتحبوا بعضكم، وقتها كيف بدي اعيش بهالذنب روهان؟ صح انه انا حبيتك يا روهان، بس انت وميستي حبيتوا بعض وكنتوا سوا صح؟ لك ليش؟ ليش كذبتوا علي؟ ليش هيك عملتوا هالشي؟ مو صح روهان، هذا غلط كبير، غلط كبير. ماري أنا آسف، ما كان لازم تعملوا هيك. ماري أنا آسف، ما بعرف شو اللي صار فجأة، كل شي كان عم بيصير بسرعة وما قدرت سيطر على شي، وقبل ما أقدر استوعب أي شي تعقدت الأمور كتير. أي صح، كان لازم أخذ موقف بعد ما عرفت. ما عم صدق أني كنت رح أخرب لك حياتك بسبب عنادي يا باري. أنا تيتا، أنتو بتعرفوها لميستي منيح، بالنهاية كل شي بصير مثل ما بدها. أنا رفيقك ما صحيح باري؟ طيب في مجال تسامحيني. وأنا بعتذر منك روهان، بس أنا ولا مرة كان قصدي إني أذي ميستي. يمكن لولا أغلاطي أنا
ما كنا وصلنا للي نحن فيه. ليش عم تعتذر؟ انت وفيت بصداقتك، وكتير منيح انه بهديك الفترة كنت قريب منها. للأسف يا جماعة، المريضة عندها فشل كلوي. المعنى؟ ما نكون سامعين بهالمرض أبداً؟ هو بيأثر على نظام تنقية الجسم وتنقية أعضائه من السموم، وهالشي بيأذي كل الأنسجة. دكتور حاش تحكي مصطلحات غريبة، ويا ريت تشرح لنا بطريقة أبسط. الكليتين وقفوا عندها. وحالتها حساسة كتير وخطيرة. لازم نعمل لها عملية زرع كلية بأسرع وقت ممكن، وننقلها كلية جديدة لتقدر تعيش. هذا المرض بيوجع كتير، فأكيد المريضة كانت بتعرف بإصابتها فيه. راجعنا السجلات، والمريضة كانت مسجلة اسمها لعملية زراعة كلية. باري، انت لوين رايحة؟ باري استني. تيتا، تيتا، أمي. تيتا، تيتا، شبك شو صار لك؟ شو صار لك؟ تيتا، تيتا، انت منيحة؟ ارفعوها معي تيتا شوي. تيتا، تيتا، على مهلك، على مهلكم، عدوها. عادي تيتا، عادي. تيتا، انت منيحة؟ تيتا، فتحي عيونك. يا ولاد، وينو الدكتور؟ أنا متبرعة بكليتي لبنتي، عضوها كليتي. يا ربي شو بدي أعمل؟ تيتا اهدي شوي لو سمحتي. خلص أنا بعطيها كليتي لميستي، أحكي مع الدكتور فورا. أرناف، قل له للدكتور. تيتا، وأنا هون كمان، وراح أتبرع بكليتي كرمال أختي ميستي. تيتا، أنا رح شوف شو خطوات التبرع بالكلية. تيتا خلص روقي، كلياتنا جنبك. تيتا أختي راديكا، هدي حالك شوي، كل شي رح يكون منيح. تعالوا معي لو سمحتوا. يلا. وأنا كمان جاي. ألو باري، وين أنتي؟ أرناف، أنا مع دكتور ميستي، ليكني جاي. طيب. لو سمحتوا تعالوا معي، وضعها عم يتراجع بسرعة. الأفضل تجوا وتشوفوها. اسمعوني، لازم تعرفوا أنه وضع المريضة كتير خطير. إذا ما نقلنا لها للمريضة كلية بأسرع وقت ممكن، رح يصير صعب أنها تعيش. نحنا لازم نعمل العملية بأسرع وقت ممكن، تصرفوا لو سمحتوا. دكتور، عينات الدم اللي أخذناها مو متطابقة. تيتا، كيف يعني ما لها متطابقة؟ دكتور، جرب تعمل لي تحاليل إلي كمان.
دكتور وأنا كمان لو سمحت. تيتا، هذا الدكتور يلي كانت ميسي عم تتعالج عنده. دكتور، أنا أختها لميستي ومتأكدة إنه حيكون في تطابق بالأنسجة. طيب تعالي. حتى وهي بنص مرضها كانت عم تفكر فينا. نحن لسه فينا نحقق لها أمنيتها. خلينا نعمل لها اللي كان بدها إياه. جيب الصبغة وحطها على رأسها. بترجاك ابني. ميسي فتحي عيونك. ميسي، أنا أقنعت التيتا والكل بزواجنا. أنا وياكي رح نتزوج. فتحي عيونك يا ميسي. مبروك. شكرا كثير لك. عينة الدم باري طابقت مع المريضة.
حبيبتي خليكي قوية، أكيد كل شيء رح يكون منيح، بس أنتي كوني قوية. تعرفي يا باري شو هي الظروف اللي خلقت فيها علاقتنا؟ كان صعب علي كتير إني أتقبلك وإني أحبك بعد كل شي صار، بس أنتي خلقتي مكان لحالك ببراءتك وطيبتك، وبعد هالشي صارت الحياة من دونك مستحيلة. واليوم أنا عم فكر إنه الحب اللي قدمت لك إياه كنتي بتستحقي، تستحقي كل دقيقة وثانية. لما بشوفك قديش بتحبي ميستي وأنش بنبسط وبرتاح كتير. تعرفي باري؟ أنا فخورة فيكي، أنتي قدرتي تهتمي وتعتني بكل الناس اللي بحياتي وتعملي واجباتك تجاههم بكل حب. أنا عن جد فخورة فيكي، واللي عم تعمليه اليوم كرمال أختك كبير كتير، وأنا ممنونة إلك على هالشي يا باري. شكراً. ما في شي بهالدنيا أهم من ميستي عندي، وأنت علمتيني إنه لازم فكر باللي بحبهم قبل ما فكر بحالي، صح؟ أنتي قدمتي لي كتير وبحياتك ما اشتكيتي مني، أنتي ما خليتي حدا يتدخل بيناتنا ويفرقنا عن بعض أو يسأل شو العلاقة بيننا وكيف وليش، وكنتي معي. ولهيك هلأ دوري، يمكن أنا ما قدرت أعمل شي كرمالك، بس أختي ميستي من ريحتك، وبما أنه أجتني الفرصة اليوم بقى كيف ممكن أتراجع؟ مو هيك؟ ميستي كل شي بالنسبة لي، هي دنيتي كلها، لهيك ما تقلقي عليها. الله يحميكي.
اليوم ميستي رايحة وانتي كمان بكرة بتروحي. ستي أنا ما رح أتخلى عنك بهي السهولة. ما بدك يعني لاقي حب حياتي بالأول؟ بعدها أكيد رح أتزوج، لا تخافي علي. روهان ابني وصلت السيارة. سيارة؟ التاكسي. لشو بدك تاكسي؟ هنن كلهم خطوتين. شو هالدراما الكلاسيكية هي؟ انت مو معقول، شو اعمل؟ لهلا ما خبرتني حضرتك لوين ناوي تاخذ لي بنتي حبيبتي الصغيرة، ولهلا ما ورجيتني الشقة يلي بدكم تعيشوا فيها. انا طبعا واثقة من اختيارك، بس من حقي اني اطمن عليها. هلا بدك تقلي وين بدك تعيشها لبنتي الصغيرة، قريبة ولا بعيدة؟ انت ليش ما عم ترد علي؟ يا تيتا من شوي قلت لك وين بدنا نسكن، رايحين خطوتين مو اكتر. اسكت احسن. الخطوتين بس وين راحت؟ شوفي عشو عم تدور، شكلك من هلا خايف من ميستي وما بدك تروح على البيت. لا ابدا، عم دور على كندرتي. ليش وين؟ وين شلحت كندرتك؟ لما كانت التيتا عم تحط لي الزعفران شلحت كندرتي، بس ما عم بعرف وينها. معقول تكون كندرت روهان انسرقت؟ أيوة هلأ فهمت. إذا أنت ذكية فعرفي أنه أنا أذكى منك. عفواً شو قلت؟ لوين بدك تروح؟ نحن هون ما حدا بيطلع من عنا إلا ليخلي المصاري تنزل علينا مثل المطر. إيه وإذا المصاري اللي معك ما بيكفوا فيك تاخد من جزدان أختي الحلوة. أيوة وليش مصاري يعني؟ خذ المبلغ يلي بدك يا من صهرك هاد، أما أنا لا تحلم أني أعطيك مصاري أبداً. ماشي أختي قولي لصهري لكان، نحن بدنا حوالي 50,000 روبية. كتير منيح. لحظة شو هذا؟ 50,000 بس؟ هدول كتير لا. لا غبي، نحن عطيناه ميستي، ما بنعطيها بهيك مبلغ. وشو مشاني نسيت حصتي؟ لا أخي أرناف أنا حاسبكم كلكم، لكن معقولة إنسى؟ بيمشي الحال إني أدفع شيك؟ لا ما منقبل أبدا شيك، لا الدفع كاش. أنا ما معي كاش، كل اللي معي 10,000 روبية. بعتذر منك المبلغ كتير قليل. معناته المطلوب أخده وأهرب. أوكي موافقة، بس بالأول وعدني إنه لما يجي الوقت وأطلبهم، وهذا الوقت بده يجي أكيد، بوقتها طبعاً بدك تعطيني المبلغ كامل. أوكي؟ إيه لهداك الوقت خلص اتفقنا. وهلأ احكي لنا لوين بدك تاخد بنتي الحلوة. طيب عطينا 10 قبل ما تروح، ويعني باقي المبلغ بس يجي وقت الدفع عطينا ياهم. إيه لا تخاف حبيبي أنش، إذا ما استلمتوا المبلغ بالوقت المحدد رح أترك له البيت وأرجع لعندكم. أحسن حبيبي. ما سكتني إيدي بتوجعني شي، بتعرفي. جاهزين؟ ستي وهي ضلت بنتك ميستي قريبة منكن، حسبت حسابك قمت فورا اشتريتها. نورتي بيتك يا حبي.
رهان رح طير من الفرح، كتير حبيتها لهي المفاجأة. شو صفي لسه كمان؟ تعرف شغلة؟ أنا خايفة إنه جن على كتر ما انبسطت. نعم يا روحي، صباح الخيرات. الزيت خالص من امبارح، قلت لك خلينا نروح نشتري شوية اغراض. انت ليش ما بتلبي لي طلباتي دغري؟ امشي معي لننزل على السوق، والا ما رح اعمل لك البطاطا اللي بتحبها. قلت لك عندي تصوير. شو؟ ها؟ شو ما يكون عندك شغل هي ما انا مشكلتي، ما بيهمني. وانا كمان عندي كتير شغل لفوق راسي، وبرجع بعمل شغل البيت، واخر فترة كتير انضغطت. اذا ما طبخت بالبيت بدك تضل عم تقضيها على الجاهل. اهدي، انا ما بتفرق معي، باكل اي شيء موجود بالبيت. انت اللي عندك مشكله، هذا مو ظريف، هذا منزوع، حامض، مالح، هي مشكلتك. تاكل اي شيء ماشي، تفضل، هذا يلي موجود بالبيت، كلهم كلهم بسرعه. يلا سمعتي؟ تفضل، الباب مفتوح. استاذ، هدول الغراض. يسلموا، شكرا. شكرا لك استاذ. مدام روقتي هلا؟ هي وصلوا غراضك، ارتاحي،
هاي الأيام كله ماشي على التليفون، وأنت عندك تليفون بصلي فيهن، كل شي بيوصل لعندك على البيت. شغلة بسيطة يمكن ما مرقت عليكي. ما على فكرة الفلافة للحدة طيبة كتير. روهان 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 روهان، شو اللي عم تعمله؟ أنا مشتاق كتير لمرتي الحلوة. نفوت. لو كنت بعرف إنك شاطر كتير بالطبخ وبتحب تحضره كنت قعدت أتفرج على المسلسل وسلمتك مهمة الطبخ. كتير حلوة الفكرة، أنا أقعد أتفرج على المسلسل وإنت توقف تشتغل بالمطبخ وبعدها باكل أكلات من تحت إيدين حبيبي. روهان روهان، شو عم تعمل؟ رح تحترق الطبخة. روهان رح تحترق الخضرة. يلا روح. هلا هيك ما رح يحترقوا. روهان روهان روهان، بترجاك خليني اطبخ، ما بتعرف اني كتير جوعانة. هلا بنطلب جاهز. ميستي جاية تيتا. ميستي أنا اليوم عملت لك رز بحليب، خدي لا تاكلي لحالك، لازم تاكليهم مع زوجك كمان، الحب بيكبر لما بناكل سوا. أنا عندي شوية شغل، بشوفكن. روحان خلاص. أختي ميستي؟ ميستي كان هو ميستي اليوم عندي حل مسائل الرياضيات بس ما فهمت على الأستاذ، يعني انشغلت بعرسكن وما قدرت أدرسي اللي أخذناه، أنت الوحيدة اللي فيها تساعدني. هي وحدة من سلبيات السكنة جنب أهلك، يعني صح أنا بحبهم بس مو هيك تافه. عفوا روحان، كأنك عم تحكي عن أهلي بالعاطل؟ احكي؟ شو نسيتي إنه أخوك بيكون ابن حماي؟ إذا ما قلت عنه تافه عن مين بدي أقول؟ هلأ لا تقدي تدافع كتير عن أخوك، قربي لعندي لإلك. بحلف لك إنه شي يوم بدي أقطع شريط هالجرس وأخلص. شو هالعيلة المهضومة؟ بقيان شخص وحيد ما اجا وهي شرف. تفضلي اهلا وسهلا. هاي روهان. روهان باري عم تسلم عليك. ايه كله بتمرق. ايه بس معلش تشرحي لي شغلة، شو سبب هالضمة الطويلة لاختك؟ ها عم تضميها وكأنك صار لك عمر طويل مو شايفتيها، لك الصبح كنتي عم تفطري عنا وصرتي مرأة خمس مرات. شو قلت؟ كأنه عندكم كل الليل لتقعدوا مع بعض ولسه بدك وقت أكتر من هيك؟ عفوا شو تفضلتي؟ باري مالهوترا، ميستي بتكون مرتي بالقانون، بدي أقضي معه شوية وقت مثل ما بدي. ها؟ وحضرتك يا مدام هيك بتعاني أختك وزوجك ميت عليكي ومطنشتي وما عم تعطي أي شيء؟ منيح هيك؟ امشي باري. شو يلا امشي؟ باي. لوين انتو رايحين؟ طيب منيح منيح تتركوني هون واقف لحالي وتفوتوا انتو لجوا. صبايا هذا مو عدل. لو سمحت ممنوع دخول الرجال، اليوم عنا سهرة بنات، اوكي؟ يعني اليوم الليلة مو لروهان، بصراحة هاي ليلة ميس باري،
حابة أقعد دردش شوي مع أختي. لو سمحت روهان سكر الباب وانت طالع برات الغرفة. شكرا. مو على كيفك هالمرة، هذا بيتي إلي كمان ومن حقي إني أسهر معكم، أوكي؟ كيف رح يكون شعورك إذا قعدت برا وشبت لحالي؟ بيهون عليك هالشي؟ وإذا أجت أختك يعني؟ تتركي جوزك لحاله؟ شو أنت ما بتحسي على حالك؟ أوه حبيبي، معقول تتركك لوحدك؟ ماني تاركتك، كل الوقت منقضيه مع بعض. أنا بس حابة أقعد مع باري ونحكي بشوية أمور، صار لنا زمان ما قعدنا وحكينا، إذا بتريد. بس كمان هي بنت حماي ومن حقي إني أقعد معها كمان. أنا حاسس فيك يا رفيقي، وكيف قلبك عم بدق بسرعة. ولا يهمك، أنا رح أسهر معك، مو نحن رفقات؟ رح سايرك اليوم بس، تفضل. تعرف؟ أنا ماني حابب هالشي. هاي ليلة شباب تعرف إنه بحب أقضي وقت معك، بس يا أرناف قلبي وعقلي بعدهم بهديك الغرفة. وأنا كمان ما بعرف عن شو عم يحكوا، ما بتخلص قصصهم. يا ترى عن شو عم يحكوا؟ هذا جنس النسوان، متى ما انفتحت سيرة ما عاد يوقفوا حكي بنوب، وما في زر بيساعدك. ايه صح، معك حق، وما حدا رح يقدر يدخل بين هدول الجوز. من كل عقلك؟ في حدا بيسترجي يقول لهم لا تعملوا هيك؟ ليكن قاعدين عم تناقشوا بأزمة كشمير؟ فعلا، بس ما لاحظت انه طولوا كتير؟ لهلا ما خلصوا حكي؟ هي وراء الحصص اللي نقلتيها باسمي وباسم انش، انا حابة رجع لك ياهن، بس كون بحاجتهم رح أرجع أطلبهم منك. وعلى كل حال نحن الأخوات ما منختلف على الأشياء المادية. أنا وقعت على الوراق وصفي توقيعك ميستي، عم حلفك بحياتي، وقعي الوراق لو سمحتي. أنا بحبك يا باري، أنت تخليتي عن كتير شغلات من شاني. خرسي، أنا ما عملت أي شيء، وكل شيء صار صار ماضي، لهيك انسي كل شيء. هلأ لازم تفكري بالمستقبل لأنه اللي جاي أهم. أنا ما عاد أتحمل سهرة الصبايا لحالهم، خلصنا. إيه روهان، البيت بيتك بالضبط، وفيك تقعد وين ما بدك، هيك الأصول. الحقيقة هذا بيتنا كلياتنا. شو؟ بدك أشرح لك القصة؟ شو هالمسخرة؟ أنتوا كيف بتفوتوا على الغرفة؟ على فكرة الساعة صارت وحدة، شو أنتوا ما بدكم تناموا؟ يلا طلعوا لشوف. مو دوري بفتح الباب. أجل صغير. يا سلام، الكل سهران هون. كنت مالي لحالي وما قدرت نام أبدا، لهيك قلت إجي أقعد معكم. اجتماع قمي عنا بالبيت؟ لا لك شبكن هلأ إسا وصلت؟ يعني إذا كنت أنا الصغير هون بيناتكم لازم أنا أعمل كل شيء؟ والله حلو. فوتي لهون تيتا، كلكن قاعدين هون وتاركيني، وانت ما بتستحي على حالك، تاركني لحالي بالبيت وهربت واجيت لهون اضربك. تيتا انا وصلتني شوي، هنن إلهم زمان سهرانين، مسكي له ادانيهم لإلهم. ايه انا رح ورجيهم كلهم لكان. إيه؟ يلا الكل بيمسك ادانيه وبيعتذر مني. يلا انت بالاول. اوكي اوكي تيتا، بعتذر منك، انا كتير اسف. ايه ايه مين منكن حابب يعمل حفلة كبيرة؟ ها؟ فكرة بتجنن تيتا. تيتا حلوة فكرتك. ايه على فكرة انا كمان كبرت، فيني اشرب معكن بس شوي. ابن حماي يلا. انا قلت لحالي بما انه الكل موجود اليوم خلونا نحتفل. ايه طبعاً بلشوا. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. مستعدين؟ اكيد. صحتكن. صحة الحياة الحلوة. Thank you.
بما أنه الكل موجودين، شو رأيكم ناخد صورة؟ ايه طبعاً تيتا طبعاً.